السلام عليكم يا احلى متتبعين يا اغلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لا سويت ديال الفيديو فاش دخلنا لوتيل، يعني راه فيديو طويل قسمته على جوج، الفيديو ديال البارح اللي دلحت لكم والفيديو ديال اليوم. ارتحينا شويه في لوتيل وخرجنا دابا الخونسونس ديال العشيه، غادي نهبطوا للبحر. بغيت تهبطوا على رجليكم تهبطوا، بغيت تهبطوا في الطوموبيله تهبطوا. انا هبطت في الطوموبيله يعني 3 حتى 4 دقائق في الطوموبيله، على رجليكم واحد 7 حتى 8 دقائق. ها هو يا تبعوني، بقاو معايا غيعجبكم المنظر. فيه بزاف هذا الفيديو ديال المفاجآت، تبعوا حتى الاخر. فين هذا؟ هذا الميني ياك؟ اه تبارك الله عليك. شوف اخويا راه عندي اليوتيوب كنسجل. الله يحفظك. ها بلاتي يا ولدي بلاتي. هبط راسك. انت ما خدت البيني والقهوة مع الشبة، مانيفيك يا سلام. هانتم انا بحرتكم معايا، هانتم بحر اصيله. المتتبعين الزوينين ديالي انا كيحمقني ندير لا مارش في جنب البحر، كيحمقني نمشي في جنب البحر. واش نتوما كذلك ولا غير انايا؟ تابعوني. درتي رجليا في الماء. بابا 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 غزال. المتتبعين الكرام ديالي، سالينا هذيك التبحيره الزوينه ودابا حنا غادي نمشيو نتعشاو. راه 8:30 ديال الليل، نشوفوا الشمس كرا باقا باقا عاطيه. دابا غادي نمشيو للسونتر ديال اصيله، سميتها باب الحمر. غادي نمشيو نتعشاو تماك وغادي يعجبكم الجو، تابعوني. الحب مقني هاد العود هذا، شوفوا قاطع ما شاء الله كيدير غزال مع الغروب. Thank you.
صام بيتهم ها السور مش هذا السور بحال ها الرونكوا دور ندور على اليسار هنايا دور قلب معليش سقسي كاع شي واحد نارك عند الذهبي من بعد ناكلو نجيو شفت واحد جايب الشفنجة غزال ما شاء الله من البحر للمدينه فوجنا غزالين عرفتي راه شنو نقول لكم الدنيا نايضه 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 شحال ديال الناس ديال التوريست للشطيح اش نقول لكم ما شاء الله ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذه الدخله ديال لوتيل ما شاء الله ملي دخلنا لوتيل في الليل تيشعلوا هاد الضو مانيفيك ديك الدنيا الزرقاء غزاله ما شاء الله ونتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم ولا عجبكم ما تنساونيش باللايكات ديالكم ولي جام لي كومونتير الزوينين ديالكم شوفوا على منظر كي داير وتنقول لكم انا دائما باقا في المغرب وتابعوني وتابعوا فين غادي نمشي ان شاء الله غدا غادي نديكم معايا تاني تابعوني المتابعين الكرام ديالي وتنقول لكم الى الحلقه القادمه ان شاء الله مع السلامه وما تنسوش الاعجاب مع السلامه